الرئيس السيسي يلتقي نائب الرئيس الكيني ويؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية. شكري يسلم رئيس لبناني العماد ميشيل عون رسالة دعم وتضامن ودعوة لزيارة مصر من الرئيس السيسي. غارات روسية وسورية مكثفة على حلب وإدلب، وأردوغان يقول إن مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم أنقرة يقتربون من السيطرة على مدينة الباب السورية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل فترة إخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل الأخبار من القاهرة. أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وكينيا وذلك على جميع الأصعدة، كما طلب أيضا نقل تحياته إلى الرئيس الكيني مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي نائب رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو الذي سلمه رسالة من الرئيس أوهورو كينياتا تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق والتشاور بين البلدين. وأشار السيسي إلى ضرورة العمل على تكثيف التواصل والتعاون بين الدول الإفريقية والاهتمام بمشروعات البنية الأساسية من أجل تحقيق المصالح المشتركة، مؤكدا أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تجمع مصر وكينيا. كما عقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل جلسة مباحثات مع نائب رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو، والوفد المرافق له تناولت سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على تعزيز علاقاتها بالدول الإفريقية الشقيقة والتعاون معها في مختلف المجالات خاصة مع الجانب الكيني وفي مقدمتها قطاعات الصحة وحفر الآبار. عقب المباحثات قال ويليام روتو خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء إن مصر وكينيا اتفقتا على إلغاء تأشيرة الدخول المسبقة للمصريين إلى كينيا بحيث يمكن للمصريين الحصول على التأشيرة بمجرد وصولهم إلى المطار في دولة كينيا. وأشار نائب الرئيس الكيني إلى أنه حمل رسالة من الرئيس الكيني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم، مساء الخير. أهلا بحضرتك. برأيك أهمية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع كينيا في هذه الفترة تحديدا؟ هي طبعا على أهمية كبيرة. أولا كينيا من دول حوض النيل، وبالتالي دي بتحتل أولوية استراتيجية بالنسبة للعلاقات مع مصر، لأن احنا عارفين أن النيل هو شريان الحياة بالنسبة لنا يعني. ثانيا كينيا نفسها مثل في يعني الامن الاستراتيجي بتاع مصر، هي من في ظهرنا وهي منفذ لكل الدول بتاعت شرق افريقيا من حيث موقعها على الحدود مع السودان، على الحدود مع رواندا وبوروندي وتنزانيا واوغندا، يعني هي منفذ لكل الدول المحيطه، وبتكون من بالنسبه للتجاره البينيه اللي بتحصل بين الدولتين سوق مهمة جدا جدا، من خلالها بنقدر ان احنا نتغلغل او نوصل لبقية الدول اللي هي في مفترة. واحنا عارفين ان احنا بنستورد طبعا الشاي الكيني اللي هو بيعتبر احنا اكبر مستورد للشاي من دولة كينيا. نعم. هي كمان عضو في الكوميستا، وبالتالي التجارة معها والتعاملات التجارية مع بين مصر وبين كينيا بتكون في معاملة تفضيلية من حيث الجمارك. طيب سيادة السفيرة، أيضا فيما يتعلق بالخطوة الخاصة بإلغاء تأشيرة المصريين لكينيا وأيضا إمكانية الحصول على هذه التأشيرة بمجرد وصولهم إلى المطار، قراءتك لهذه الخطوة؟ خطوة هامة جدا جدا، لأنها هي بتساعد طبعا على إنه التقريب بين الدولتين وبين الشعوب بالذات، لأنه التأشيرات عادة بتاخد وقت طويل، بتثني ناس كتير عن إنها تفكر في إنها تروح البلد. كينيا زي ما بقول لحضرتك هي محور ونقطة ارتكاز
لكل الدول المحيطة بالنسبة لها. ده من شأنه أنه حينمي العلاقات بين البلدين، ويعني إن شاء الله بقى مصر كمان تاخد خطوة مماثلة، لأنه ده موضوع مهم قوي بالنسبة للعلاقات بيننا وبين الدول الأفريقية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. في اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ناقش مجلس الوزراء عددا من التقارير المتعلقة بمعدلات سير المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها، وكذلك الخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة. كما يستكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين الهامة وغيرها من القرارات التي تهدف إلى إحداث نهضة على جميع المستويات في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية الأخيرة عليهم. التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون في قصر بعبدة ببيروت، حيث سلم شكري خلال اللقاء رسالة تهنئة وتضامن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتتضمن دعوة الرئيس اللبناني إلى زيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة. كما التقى شكري أيضا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ونظيره اللبناني جبرال باسيل، الذي أكد خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية أن مصر ولبنان هما منارة للثقافة والانفتاح، داعيا إلى المزيد من التعاون وذلك لمواجهة التمدد الداعشي. زيارة دعم وتضامن مع لبنان قام بها وزير الخارجية سامح شكري، والتقى خلالها بالرئيس اللبناني العماد ميشيل عون في قصر بعبدة ببيروت، حيث سلمه رسالة تهنئة وتضامن من شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت دعوته لزيارة القاهرة في أقرب فرصة ممكنة. وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية سعادة مصر بما تم تحقيقه من نجاح على مسار استقرار الحياة السياسية في لبنان، وتطلعها إلى استعادة لبنان للقيام بدوره العربي، باعتبار أن استقرار لبنان وسلامته يعد دعما لاستقرار الدول العربية والمنطقة بأكملها، والتي تواجه العديد من المخاطر والتحديات. شكري الذي التقى أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري أعرب عن تطلع مصر إلى نجاح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بتشكيل حكومته في أقرب فرصة، مؤكدا دعم مصر الكامل لكل الجهود التي تستهدف دعم استقرار لبنان وسلامته. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جبران باسيل في بيروت، قال شكري إن مصر ولبنان في حاجة إلى مواجهة التحديات داخليا وإقليميا من خلال الحوار والتوافق على الرؤى التي تؤدي إلى الاستقرار. مصر تصيغ سياستها على أسس من المبادئ عبر عنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عديدة، مبادئ مستقاة من حضارتنا وثقافتنا وتعدديتنا وإدراكنا أننا شركاء في مستقبل واحد. من جانبه أعرب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الثنائي وتعميق لغة الحوار والتلاقي فيما يتعلق بالتحديات المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أن مصر ولبنان هما منارة للثقافة والانفتاح، داعيا إلى مزيد من التعاون لمواجهة تمدد الفكر المتطرف في منطقة الشرق الأوسط. بالرغم من كل ذلك تغلبت لغة الحوار والتلاقي على لغة العنف، وهذا ما نأمل أن نقوم به سويا على الصعيد الثنائي، على الصعيد العربي، على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، لأن لبنان ومصر هم منارة للثقافة للانفتاح. وأكد المسؤولون اللبنانيون خلال لقائهم مع وزير الخارجية سامح شكري على تقدير لبنان الكامل لوقوف مصر إلى جانبه ومساعدته لكافة الأطراف اللبنانية للتوصل إلى التوافق المطلوب الذي أدى إلى انتخاب الرئيس وتجاوز أزمة الفراغ الرئاسي التي خيمت على الحياة السياسية في لبنان خلال السنوات الأخيرة. كما أكد المسؤولون اللبنانيون أن العالم العربي يحتاج دائما إلى مصر القوية الداعمة له، وأنه لا مجال للحديث عن العمل العربي المشترك وإعادة وحدة العالم العربي دون دعم مصر ووقوفها إلى جوار أشقائها العرب. وفي تطورات الشأن المصري، قامت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثاني الميداني مدعومة بعناصر من الشرطة المدنية بإحكام السيطرة الكاملة على جميع القرى الواقعة داخل مناطق مكافحة النشاط الإرهابي
بمدن العريش ورفح والشيخ زويد في شمال سيناء. تمكنت القوات من رصد وتدمير بؤر إرهابية شديدة الخطورة بمنطقة جبل طبل بالعريش، أسفرت عن مقتل 24 من العناصر التكفيرية وتدمير سيارة دفع رباعين وتفجير 3 عبوات ناسفة تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية. استكمالا لمراحل العملية الشاملة حق الشهيد التي تنفذها عناصر القوات المسلحة والشرطة بسيناء، شهدت الأيام الثلاثة الماضية نشاطا مكثفا لتصفية الجيوب والبؤر الإرهابية، حيث تمكنت القوات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من رصد وتدمير بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بقطاع العريش، أسفرت عن مقتل 5 من العناصر التكفيرية خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، وتدمير مخزن لتجديس العبوات الناسفة والمواد شديدة الانفجار، وتفجير 3 عبوات ناسفة تم زراعتها على طرق الاقتراب من البؤرة الإرهابية. كما أحبط أبطال القوات المسلحة محاولة فاشلة للهجوم على أحد كمائن الارتكازات الأمنية بقطاع العريش إثر استهدافه بسيارة مفخخة تم تفجيرها وقتل 9 من العناصر التكفيرية المسلحة بنيران قوة الكمين. وفي قطاعي رفح والشيخ زويد، استمرت قوات إنفاذ القانون في تمشيط ومداهمة عدد من القرى والمناطق الجبلية لتضييق الخناق على العناصر الإرهابية، وتمكنت القوات من القضاء على 10 من العناصر المسلحة خلال اشتباكات مع القوات واكتشاف وتدمير عدد من المخازن للعبوات الناسفة والملاجئ والخنادق والمقار التي استخدمتها العناصر الإرهابية في الاختباء واستهداف القوات. يأتي ذلك فيما تواصل قوات إنفاذ القانون عمليات التمشيط للجيوب والبؤر الإرهابية لضبط العناصر الإرهابية والقضاء عليها. بدأت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التموين وبالتنسيق مع باقي أجهزة ومؤسسات الدولة في توزيع الحصة الثانية من العبوات الغذائية المخفضة بواقع 1,000,000 عبوة جديدة في مختلف محافظات الجمهورية. يأتي ذلك بهدف المعاونة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا في محافظات شمال وجنوب سيناء وصعيد مصر. وصل إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن ما يقرب من 2,000,000 عبوة من إجمالي 8,000,000 عبوة مخطط تجهيزها وتوزيعها على المواطنين خلال الفترة المقبلة للتخفيف من الآثار المترتبة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر. وقعت الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستكمال المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة لخمسة أعوام. وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن المشروع يخطط لمساعدة أكثر من 15,000 شخص بطريقة مباشرة وغير مباشرة عن طريق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز القدرات في مجالات الخدمات الأساسية والمشاريع الصغيرة وتعزيز الزراعة مع التوسع في المشروع. وستركز مبادرة النداء على استدامة وتقوية تأثير المشروع حتى يصل إلى مجتمعات أخرى في صعيد مصر. قضت محكمة جناية القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برفع اسم الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق من قوائم ترقب الوصول بالمنافذ والمطارات المصرية، وذلك في ضوء التظلم المقدم منه بهذا الصدد. كان الدفاع عن شفيق قد طالب من المحكمة في النظام في التظلم المقدم منه بإصدار قرار برفع اسم رئيس الوزراء الأسبق من قوائم ترقب الوصول، مشيرا إلى أن جميع القضايا المتعلقة به صدرت فيها أحكام نهائية بالبراءة والحفظ. قضت محكمة جناية القاهرة بمعاقبة أمين شرطة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لإدانته بارتكاب جريمة قتل أحد البائعين بمنطقة الرحاب
في القاهرة الجديدة مستخدما سلاحه الأميري، وذلك في أعقاب مشادة كلامية بينهما بسبب الاختلاف على سعر أحد المشروبات. أمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وكانت النيابة العامة قد أحالت أمين الشرطة المتهم إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليه ارتكابه لجريمة قتل عمد بغير سبق إصرار أو ترصد، كما شرع في قتل اثنين من المجني عليهما عمدا بغير سبق الإصرار والترصد. لليوم الثالث على التوالي تواصل السلطات فتح معبر رفح استثنائيا أمام العالقين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة لإدخال المساعدات إلى القطاع. تأتي الأولوية خلال فترة عمل المعبر للمرضى والحالات الإنسانية والراغبين في العودة إلى غزة، وذلك لتخفيف حدة المعاناة التي يعيشها فلسطيني قطاع غزة. هذا ومن المقرر أن يستمر فتح المعبر حتى يوم الجمعة القادم. بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. يهدف البرنامج إلى دعم الجهود التي تبذلها الدول العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز المستدامة لدى هذه البلدان. عقد الاجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 2016-2021 بمشاركة ممثلي وزارات العدل والصحة في الدول العربية. عمل الخبراء المتخصصون من الدولة العربية والجامعة العربية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا ومكتبه الإقليمي بالقاهرة على تحديد ثلاث برامج عمل فرعية في المرحلة السابقة تتمثل في مكافحة الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة والإرهاب وإعلاء النزاهة وتحقيق العدالة وكذلك الوقاية من المخدرات والصحة. الهدف الرئيسي من البرنامج هو دعم الجهود التي تبذلها الدول العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان. Middle East and North Africa, I am happy to welcome you to the steering committee meeting. أنا سعيد بمشاركتي في هذا المؤتمر والمساعدة في محاربة الإرهاب وما يمثله من خطورة سواء على المجتمعات العربية أو الدولية، ونتمنى تعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 2016-2021. تم إعداد 5 برامج فرعية مشتركة لهذه المرحلة بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتشمل مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والجرائم المالية ومنع الجريمة وتعزيز نظم العدالة الجنائية ومعالجة التهديدات الصحية. منذر أبو دوح، النيل. أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية دكتور محمد النسور على أهمية صياغة التشريعات والنظم بما يخدم التكتلات الاقتصادية العربية ويسهم في إقامة الاتحاد الجمركي العربي مع مراعاة مصالح المستهلك باعتباره صاحب المبادرة لكشف الخلل في الأسواق بشكل عام. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمختصين الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مصر، ومثلها اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستقبل المستهلك. إلى تطورات الأوضاع في سوريا، حيث استأنفت قوات النظام السوري ضرباتها الجوية على الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب بالتزامن مع شن طائرات روسية أولى طلعاتها فوق سوريا
انطلاقا من حاملة الطائرات الأميرال كوزنتسوف. من ناحيته اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن نظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيكون حليفا طبيعيا لدمشق إذا ما حاربت إدارته الإرهاب أسوة بروسيا وإيران. بعد توقف دام لنحو شهر، استأنف الجيش السوري ضرباته الجوية على الأحياء الشرقية المحاصرة في حلب بالتزامن مع تنفيذ طائرات روسية أولى طلعاتها انطلاقا من حاملة الطائرات أميرال كوزنتسوف التي وصلت مؤخرا قبلة السواحل السورية. الغارات الجديدة تنذر بجولة جديدة من التصعيد العسكري في حلب التي تشكل جبهة النزاع الأبرز في سوريا، وذلك بعد فشل محاولات عدة لإرساء هدنة بين طرفي النزاع. بدورها أعلنت المعارضة السورية مقتل 3 أشخاص على الأقل في الهجوم الذي اشتمل أيضا على قصف صاروخي وجوي. من جهته أفاد التلفزيون السوري الرسمي أن القوات الجوية شنت ضربات ضد ما وصفته بمعاقل إرهابية في حلب القديمة، بينما قالت روسيا إنها ضربت مواقع لتنظيم داعش وجبهة فتح الشام في أماكن أخرى من البلاد دون أن تذكر حلب. كان الجيش السوري قد حذر في الآونة الأخيرة سكان الأحياء الشرقية في حلب من هجوم وشيك، ممهلا مقاتلي المعارضة 24 ساعة للخروج من حلب أو تسليم أنفسهم قبل شن ما وصفه بهجوم استراتيجي ستستخدم فيه أسلحة الدقة العالية. في المقابل نددت الخارجية الأمريكية باستئناف الغارات الجوية في سوريا خاصة ضد المستشفيات واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي. بالتزامن اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد نظيره الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأنه سيكون حليفا طبيعيا لدمشق إذا ما حاربت إدارته الإرهاب، وذلك في أول رد فعلي رسمي من دمشق على انتخاب ترامب. وتعهد الأسد في حوار مع التلفزيون البرتغالي بالعمل مع ترامب إذا ما حاربت إدارته الإرهاب أسوة بالروس والإيرانيين والعديد من البلدان الأخرى التي تريد إلحاق الهزيمة بالإرهابيين على حد قوله. كما وصف الأسد الوضع الذي تواجهه بلاده حاليا بالحرب الدولية ضدها، معتبرا أن الخيار الوحيد هو الانتصار على الإرهاب، وهو الأمر الذي يصب ليس فقط في مصلحة سوريا وشعبها بل الشرق الأوسط وأوروبا أيضا. يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف غدا الخميس نظيره الأمريكي جون كيري. أفادت الخارجية الروسية أن الوزيرين سيبحثان الوضع في مدينة حلب بسوريا وتسوية الأزمة الأوكرانية، ويعقد الاجتماع الوزاري قبيل انطلاق أعمال قمة أبيك التي ستنعقد في ليما عاصمة دولة بيرو، وذلك في الفترة من 17 حتى 23 من الشهر الجاري. أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية السورية أنها بصدد الانسحاب من بلدة منبج إلى شرق الفرات لكي تشارك في عملية تحرير الرقة من تنظيم داعش الإرهابي. من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة يقفون على مسافة 2 كيلومترين فقط من مدينة الباب في شمال سوريا، حيث من المتوقع أن ينتزعوا السيطرة عليها من تنظيم داعش. وأشار أردوغان إلى أن المعركة تواجه مقاومة في الوقت الحالي، معربا عن اعتقاده بأنها لن تستمر لفترة طويلة. من سوريا نتحول إلى العراق، حيث تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على قرية تل عاكوب شمال نهر الزاب الكبير جنوب شرق مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي. قال قائد عمليات قادمون ينو نواب، قال إن قوات الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش حررت القرية ورفع العلم العراقي فيها، كما أنها كبدت داعش خسائر بالأرواح والمعدات. من جهة أخرى، قتل إرهابي داعش 25 مدنيا عراقيا من سكان الموصل كان قد اعتقلهم التنظيم خلال اليومين الماضيين بتهمة التخابر مع القوات المسلحة العراقية.
نزح نحو 56 ألف عراقي منذ بدء عملية تحرير الموصل، وذلك في 17 من أكتوبر الماضي من مدينة الموصل ومحافظة نينوى شمال العراق، نتيجة للعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بحسب منظمة الهجرة الدولية. على الجانب الآخر، اكتشفت القوات العراقية مصنعا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي لإنتاج الصواريخ والقنابل بالموصل، وذلك في إطار جهودها لتطهير المدينة من آثار التنظيم الإرهابي. مع تواصل العمليات العسكرية الرامية لتحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، نزح نحو 56 ألف عراقي من المدينة منذ بدء العمليات العسكرية بحسب منظمة الهجرة الدولية. وعلى صعيد متصل، أقامت قوات الجيش العراقي مخيمات آمنة للنازحين في الصحراء المحيطة بمدينة الموصل بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين حتى تنتهي المعركة. وتتوقع الأمم المتحدة والحكومة العراقية وصول عدد إضافي من النازحين قد يبلغ مئات الآلاف من سكان الموصل، ربما يضطرون إلى النزوح مع اقتراب خط المواجهة إلى عمق المدينة. من ناحية أخرى، اكتشفت القوات العراقية خلال عملياتها لتطهير الموصل من آثار التنظيم الإرهابي مصنعا دشنه التنظيم لإنتاج الصواريخ والقنابل. احنا بالنسبة لنا دخلنا كرب المعركة، فشفنا لهم مصانع بالفلوجة زين، بس كم هائل ومصنع، يعني أكبر مصنع حاليا موجود هو هذا، ما شفنا من قبل صراحة. وقد قام المسلحون بتصنيع الصواريخ والقنابل من الخردة بأشكال مختلفة، حيث أن كل غرفة من غرف المصنع تشكل مصنعا صغيرا في حد ذاتها. تأكيدات من الجيش العراقي تفيد بأن المصنع المكتشف هو الوحيد في الموصل ولا يوجد غيره، في الوقت الذي تمثل فيه قذائف القناصة والمركبات دعائم أساسية في ترسانة تنظيم داعش القتالية. للمزيد من المتابعة نرحب ضيفنا عبر الهاتف من بغداد المحلل السياسي السيد رياض عبد الكريم. سيد رياض، بداية، كيف تتابع عملية تحرير الموصل حتى الآن؟ مساء الخير، تحية لكم للأخوة في الشقيقة مصر. والحقيقة العمليات يعني تسير بانتظام ووفق خطط مبرمجة ومحكمة، وبنفس الوقت تنتقل من قرية إلى قرية، من قصبة إلى قصبة. حضرتك تعرف الموصل ثاني أكبر مدن العراق ومركز المدينة، حتى تصل إليه القوات الأمنية بحاجة إلى تمشيط كل القرى والنواحي والأقضية التي تحيط بمركز المدينة، واللي بلغ عدد المحرر منها لحد اليوم أكثر من 120 ناحية ومدينة قصبة. هذه كلها كانت هي عبارة عن حواضن لداعش. لا يمكن للجيش العراقي أن يصل إلى مركز المدينة ما لم يمشط كل هذه القرى والقصبات، ما يجعل فيها قوات من الأمن تمسك الأرض حتى يواصل. نقطة ثانية لا أطيل أيضا بالأخبار، أنه لا تزال القوات الأمنية تسير ببطء لسبب واحد، حتى تصل إلى تحرير كامل المركز، وذلك بسبب وجود عدد هائل من المدنيين تتمركز خلفهم. نعم. داعش بصيغة إجرامية لا إنسانية، وهذا ما يعيق تقدم القوات. نعم. بحيث أنها بدأت الآن تغير من خططها وتتوقف عن القصف بعيد المدى، لئلا أن يلحق الضرر بالمدنيين الذين استخدمتهم داعش كدروع بشرية. ومن ثم سيجري الانتقال إلى مرحلة لاحقة، ألا وهي قد تضطر القوات الأمنية إلى خوض حرب الشوارع لتصفير. نعم. مركز المدينة بيت أشكره. وبناية وشارع، كل ذلك من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين. أشكرك سيد رياض عبد الكريم المحلل السياسي متحدثا إلينا مباشرة من بغداد، ونعتذر عن رداءة الصوت ربما لسبب ما من المصدر.
طالبت جامعة الدول العربية اليوم بالإعلان عن هدنة ووقف لإطلاق النار وذلك في اليمن، والعمل على دفع قدما نحو الحوار بين الأطراف اليمنية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة للحفاظ على اليمن شعبا وأرضا وكيانا. ميدانيا قتل أكثر من 20 مسلحا في صفوف الحوثيين خلال المعارك على جبهات القتال بين القوات اليمنية والميليشيات الحوثية في مدينة تعز جنوب غرب اليمن. تتواصل المعارك على جبهات القتال بين القوات اليمنية والميليشيات الحوثية في مدينة تعز جنوب غرب البلاد، حيث شهدت الجبهة الشرقية معارك عنيفة أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مسلحا في صفوف الحوثيين. في المقابل قتل 8 من القوات اليمنية وإصابة 22 آخرين، إضافة إلى 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين في قصف للميليشيات على الأحياء السكنية بالمنطقة. في السياق ذاته دعت القوات اليمنية في مدينة تعز عناصر الحوثيين إلى تسليم أنفسهم طواعية للشرعية وتسليم أسلحتهم ومعداتهم للجيش مقابل الأمان لهم، وطالبت برفع الاستعدادات القتالية لتحرير ما تبقى من المحافظة. في غضون ذلك قصفت طائرات التحالف العربي مواقع تابعة للحوثيين بالعاصمة اليمنية صنعاء، وأفاد شهود عيان أن الطائرات استهدفت كلية الهندسة العسكرية شمال شرق صنعاء حيث سمع دوي انفجارين قويين. وسياسيا أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن جماعة الحوثي اليمنية والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية اتفقا على وقف الأعمال القتالية باليمن اعتبارا من غد الخميس. كيري أكد أن جميع أطراف الصراع اتفقت أيضا على العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية يمنية بحلول نهاية العام الجاري، وذلك بعد زيارته لسلطنة عمان ولقائه مع وفد الحوثيين في مشاورات السلام في مسقط. وفي أول رد فعل من جانب الحكومة اليمنية إزاء تصريحات كيري، صرح وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي بأن الحكومة اليمنية في بلاده لا تعلم شيئا عن الاتفاق وأنه لا يعنيها. وقال المخلافي في تدوينة عبر صفحته بموقع تويتر إن ما حدث يمثل رغبة في إفشال مساعي السلام بمحاولة الوصول لاتفاق مع الحوثيين بعيدا عن الحكومة. نشرتنا تتواصل معكم، وفيها بعد أخبار الاقتصاد، قبيل توجهه إلى برلين في جولته الوداعية أوباما يؤكد من أثينا أن العولمة في حاجة إلى تصحيح مسارها لمعالجة انعدام المساواة الذي يتفاقم. مع الدول الإفريقية. شكري يسلم الرئيس اللبناني العماد داعون رسالة دعم وتضامن ودعوة لزيارة مصر من الرئيس السيسي. غارات روسية وسورية مكثفة على حلب وإدلب، وأردوغان يقول إن مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم أنقرة يقتربون من السيطرة على مدينة الباب السورية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نصل معكم الآن إلى أهم ما لدينا من أخبار المال والاقتصاد. أهم أخبار المال والأعمال مع زميل محمد سليمان، تفضل محمد. شكرا لك ريهام وأشكرك أحمد. مرحبا بكم، هذه أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة ونتابع فيها. صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية وأكثر من 13 مليار جنيه أرباح سوقية في ختام تعاملات اليوم.
مرحبا بكم مجددا، والبداية من البورصة المصرية التي عاودت مؤشراتها الارتفاع لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار بكافة جنسياتها، وذلك بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي زاد من جاذبية الأسهم المصرية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 13.7 مليار جنيه، ليصل إلى 535.8 مليار جنيه بعد إجمالي تداولات بنحو 2.5 مليار جنيه. أعلن البنك الدولي أنه سيقدم الشريحة الثانية البالغة 1 مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار لمصر بحلول أوائل يناير المقبل، متوقعا أن تحصل القاهرة على الشريحة الثالثة في وقت لاحق من 2017. وقال نائب رئيس البنك الدولي حافظ غانم إن مجلس مدير البنك سيجتمع في أواخر ديسمبر أو أوائل يناير. كما قال إن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة ودعمها البنك وصندوق النقد الدوليان ضرورية، مشيرا إلى أن المؤسسة الدولية تركز على التأكد من أن النمو والتنمية في مصر يشملان الجميع. كان البنك الدولي قد قدم الشريحة الأولى بقيمة 1 مليار دولار من القرض في وقت سابق من هذا العام. قال نائب وزير المالية أحمد كوجك إن صافي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر بلغ نحو 1.5 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر، متوقعا أن يصدر قرار الأسبوع المقبل بشأن موعد جولة ترويج لإصدار سندات دولارية. نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تم تداوله في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن رفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره. وأشار تقرير لمركز المعلومات أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي والذي أكد عدم دقة هذه الأنباء. وأوضح البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بضخ ما يزيد عن 2.2 مليار دولار تلبية لاحتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية خلال الفترة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري وحتى يوم الاثنين الماضي الموافق 14 نوفمبر، نافيا ما تردد عن اقتصار البنوك على شراء الدولار فقط. ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم في البنوك. أداء الجنيه أمام الدولار جاء مدعوما بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح الاقتصاد واستلام البنك المركزي للشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد. في أسواق الذهب المحلية، وصلت أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلي ارتفاعاتها الطفيفة خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتزيد بنحو 5 جنيهات مقارنة بأسعار الأمس، ومتأثرة بانخفاض المعروض بالسوق على الرغم من ضعف الطلب، بينما تأرجحت أسعاره طفيفا بالأسواق العالمية. نفى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجود أي خطط لديه لبيع الحصص التي يمتلكها في الشركات المحلية،
وأوضح الصندوق أن استثماراته في السوق المحلية لها عوائد مجدية وأنه لا يرى مبررا للتفكير في تقليصها. جاء نفي صندوق الاستثمارات العامة السعودي بعد تقرير نشرته شبكة بلومبرج الإخبارية ذكرت فيه أن الصندوق يدرس عدة خيارات في سبيل توزيع محفظته. تأتي أخبارنا الاقتصادية وعودة لأخبار السياسة مع زميلي أحمد عتابي وريام الديب. شكرا محمد. دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أثينا إلى تصحيح مسار العولمة موضحا أن انعدام المساواة في اقتصاد معولم يشكل أحد أكبر التحديات بالنسبة للديمقراطيات في مختلف أنحاء العالم. أكد أوباما في خطاب له خلال محطته اليونانية ضمن جولته الأوروبية الوداعية أن العولمة حققت العديد من المنافع الاقتصادية للعالم كله، لكنها بحاجة إلى تصحيح مسارها لمعالجة انعدام المساواة الذي يتفاقم على حد زعمه. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في استمرار التزام بلاده تجاه حلف شمال الأطلسي الناتو بما في ذلك معاهدة الدفاع عن دول الحلف. اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة ومعززة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي. في غضون ذلك استهدفت امرأة فلسطينية خلال الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين بمدينة نابلس. وأوضح محافظ نابلس أن الاشتباكات بدأت عندما أطلق مسلحون النار على مواقع أجهزة الأمن الفلسطينية، حيث أصيب 3 من رجال الأمن الفلسطيني خلال هذه الاشتباكات. وافق مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات في تأكيد واضح لتصميم المشرعين على لعب دور قوي في سياسة الشرق الأوسط، وذلك بغض النظر عن من يشغل هذا المنصب في البيت الأبيض. من جانبه أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني التزام بلاده بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الستة الكبرى بغض النظر عن موقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من الاتفاق. كانت إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى قد توصلت لاتفاق في العام الماضي، وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الغربية المفروضة عليها. وجاء تصويت مجلس النواب الأمريكي على تمديد العقوبات بعد مرور أسبوع على انتخاب الجمهوري ترامب رئيسا للولايات المتحدة، حيث عارض الجمهوريون في الكونغرس الاتفاق النووي بالإجماع وانتقده ترامب بشدة. قتل 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون صباح اليوم في هجوم انتحاري على سيارة تابعة لقوات الأمن بالقرب من وزارة الدفاع في كابول. وأعلن المتحدث باسم الداخلية الأفغانية أن 2 من القتلى على الأقل من قوات الأمن، مشيرا إلى أنه ليس لديه علم بهوية ركاب الحافلة إذا كانوا من قوات الشرطة أو الجيش. وأضاف أن الهجوم لم تتبنه حتى الآن أي جهة. يذكر أن كابول قد شهدت هجمات كبرى في سبتمبر الماضي أودت بحياة حوالي 41 شخصا. أنباؤنا مستمرة معكم وفيها بعض أخبار الرياضة التي نتابعها بعد قليل. مهرجان القاهرة السينمائية الدولي في دورته 38 يكرم عددا من الفنانين ويهدي دورته إلى روح الفنان الراحل محمود عبد العزيز.